فقرتنا التالية يا نور رح نتعرف فيها على عمل أحد الجمعيات الخيرية يلي نشطت خلال فترة الحرب على بلدنا، مثل كثير من الجمعيات التي تعنى بمجالات متعددة في المجتمع. وجمعيتنا يا ليا لليوم اختارت ببداية عملها العمل الإغاثي. لنتعرف أكثر على جمعية الحكمة الخيرية بصيرنا نرحب معنا بالأستاذ هيثم قسام، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباحكم، صباح الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا أستاذ هيثم. بالبداية خلينا نحكي أكثر عن الجمعية وعن عمل الجمعية وعن تاريخ من تاريخ ولادتها إلى الآن. جمعية الحكمة الخيرية في مدينة جرمانة تم إشهارها بموجب القرار رقم 1037 لعام 2014، وقد تم تنفيذ حفل إشهار ضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى مديرية الشؤون الاجتماعية بريف دمشق، بالإضافة إلى فعاليات رسمية وشعبية في مدينة جرمانة. بالنسبة لعدد الأعضاء المنتسبين لجمعية الحكمة الخيرية، بلغ عدد الأعضاء حوالي 80 عضوا، بالإضافة إلى يوجد لدينا فريق تطوعي من حوالي 40 شاب وصبية، كمان دور داعم للنشاطات الجمعية. يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء منتخب من قبل الهيئة العامة. نعم. طيب خلينا نحكي أكثر عن نشاطات وفعاليات اللي عم تقوم فيها الجمعية بشكل مستمر. بالنسبة لأهداف الجمعية الخيرية في مدينة جرمانة، جمعية الحكمة تقوم على تقديم المساعدات العينية والمادية للمحتاجين. من أحد أهداف الجمعية أيضا إقامة مركز طبي خيري لتقديم الخدمات الطبية للأسر المحتاجة، وكذلك كمان العمل على إقامة مشاريع استثمارية تنموية يعود ريعها لصالح الجمعية، مثل إنشاء معمل للسيرومات الطبية، معمل الأطراف الصناعية، صالات أفراح، معامل خياطة، مراكز تدريبية. كل هاي بصب أنه لتقديم كافة أشكال الدعم للأسر المحتاجة. نعم سيد هيثم، يمكن جرمانة كانت حضن واسع لاستقطاب يمكن جميع الأشخاص من جميع المحافظات وجميع المناطق السورية أيضا. هون على أي أساس بيتم اختيار الناس، أو شو هي الإجراءات يلي بتتخذوها يمكن لمساعدة أي شخص بحاجة للمساعدة، يعني عن جد بحاجة لمساعدة، مو أنه يعني شفنا كثير صار في إشكاليات بهذا الشأن؟ نحن من خلال عملنا بالعمل الإغاثي بالجمعية، تم تكليف الجمعية بإدارة ملف الإغاثة من قبل لجنة الإغاثة في محافظة ريف دمشق، وتم توزيع المساعدات العينية والمادية على أسر الشهداء فيما يتعلق بكافة تأمين مستلزماتهم واحتياجاتهم، بالإضافة لتأمين جميع ما يحتاج الأسر الوافدة إلى جرمانة نتيجة الأزمة السورية الحالية. وتقوم الجمعية بتخديم جميع الشرائح الموجودة لتقديم كافة أشكال أنواع الدعم للأسر المحتاجة. طيب أستاذ هيثم، خلينا نحكي عن الدورات التدريبية اللي بتقوموا فيها بشكل مستمر لتأهيل يمكن المهجرين عندكم بالمنطقة مشان يكون شخص معيل لنفسه. هلا انطلاقا من أهمية التدريب والتأهيل في تطوير رأس المال البشري والفكري، قامت جمعية الحكمة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية ضمن محاور معينة، مثل دورات تدريبية بمجال صيانة الحاسب، دورات تدريبية كمان بصيانة الموبايل، دورات بالتكييف والتبريد، دورات مهنية، بالعديد الدورات اللي كمان قامت فيها الجمعية. هون نحن يعني عم نأمن أحيانا المتدرب، يعني بعد ما يخلص كمان دورة تدريبية عم نأمن له كعدة بالنسبة للدورات المهنية الكهربائية، التكييف، التبريد، إنه يبلش يبني كمشروع أو يقدر يبدأ بعمل إنه كمان يصير اكتفاء ذاتي له وللأسرة اللي عم يعيلها. نعم، يمكن شوي حكيت عن مشاريع هي مشاريع صحية. نعم. تعنى بالشأن الصحي. خلينا نحكي أكثر، كمان الجمعية بتهتم بالشأن الصحي، شو هي التقديمات والتسهيلات يلي بتقدموها للناس؟ عملت جمعية الحكمة بعد الإشهار على المشاريع الصحية، وكان الآن يتم إحداث مركز صحي بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة في مجال المعالجة الفيزيائية، ويقوم المركز على تقديم الخدمات الطبية للأسر المحتاجة وجميع الفئات المستهدفة من خلال كادر مؤلف من 25 شخص، من فنيين، من أطباء، من إداريين، من معالجين فيزيائيين،
إضافة إلى تم تشكيل وحدة للمعالجة الفيزيائية في المنازل بمدينة جرمانة بأجور حتى بدون يعني بدون أي مقابل مجانية. في عندنا كمان بالإضافة إلى تم تشكيل فريق طبي، الهدف كمان زيارة المنازل للمتضررين من فرق جوالي فينا نسميها فرق يعني طبي جوال يقوم بتقديم الخدمات العلاجية للمتضررين من جراء القذائف التي كانت تسقط على مدينة جرمانة بتقديم المساعدات الضمادات أي خدمات طبية للمتضررين. نعم. طيب خلينا نحكي نحن ودعنا عام 2017 واستقبلنا عام 2018، أبرز وأهم نشاطات اللي قمتوا فيها بال 2017 لما نقول في عنا فرق جوالة طبية، لما نقول دورات تدريبية، في إحصائيات للنشاطات اللي بتقوموا فيها أو عدد العوائل اللي بتوصلوا لأنه نحن بنوصل تقريبا ل 5000 عائلة هذا العام، العام القادم بدنا يمكن نرفع شوي العدد يكون أكبر. العائلات مسجلة على قيود الجمعية لحوالي 800 عائلة يتم توزيع بالنسبة للمساعدات العينية والحصص الغذائية، يتم توزيع حوالي 250 حصة شهريا ضمن برنامج أو نظام يسمح بالتسجيل والتقييم والتوزيع لهذه الحصص الغذائية، بالإضافة كمان كافة الخدمات الثانية اللي بنقدمها. في عندنا جانب الإغاثي التنموي بيتم عن طريق قروض تمنح لذوي الشهداء اللي بيخلوا كمان انه يبدا بمشاريع انتاجيه او مشاريع او قروض طلابيه بالتعاون مع برنامج مشروعي مع الأمانة السورية للتنمية، بالاضافه كمان لمحافظه ريف دمشق اللي مشكوره اللي عم تقدمه لبرنامج مشروعي للقروض. نعم. يمكن اكيد خلال فتره عملكم او فتره عمل الجمعيه من مشاريع او دورات او مساعدات يمكن مرقتوا بكثير من العقبات او من الثغرات يلي هي كانت عائق بسيط ولكن قدرتوا تتخطوها، شو هي ابرز العقبات او شو هي يمكن ابرز التفاصيل يلي مرقتوا فيها؟ هلا الصعوبات دائما باي عمل لازم يكون في تحديات طبعاً. لازم يكون في صعوبات، بس الحمد لله يعني قدرنا نتجاوز هالتحديات. هي كان عندنا العائق الاكبر انه عدد الوافدين اللي على مدينه جرمانه اللي صارت باعداد هائله والمتضررين الاكثر ان كمان من جراء حركات النزوح اللي صارت او المهجرين اللي اجوا على مدينه جرمانه، يعني الجمعية ما أنا قادرة كجمعية بجرمان عم تشتغل اليوم بالإضافة لجمعيات تانية كمان تخدم هالعدد الكبير يلي وفد على مدينة جرمان. هاي كانت أبرز التحديات. هيك اللي يمكن جهدكم بيكون مضاعف. طبعا ضمن الفريق اللي عم يشتغل معنا كمان يعني كفريق يعطيهم العافية الشباب أكيد كلهم. أكيد نوجه لهم تحية فردا فردا. تحية من هون طبعا. نعم أكيد. نحن أستاذ هيثم رح نتابع حديثنا معك ولكن خلينا ننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على أهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحة السياسية مع زميلتنا علا أبو خضر. صباح الخير يا علا. شكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على عدد من القرى والبلدات التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية بريف حلب الجنوبية وتكبيدها خسائر بالأفراد والعتاد. وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عملية مركزة على أوكار وتجمعات التنظيمات الإرهابية بريف حلب الجنوبية واستعادت السيطرة على قرى وبلدات الرشادية وزملة الشرقية وزملة الغربية والحوارة ورسم الشيخ وتل الصبيحة. ومساء أمس أعلن مصدر عسكري أيضا السيطرة على بلدة أميال في ريف حماة وكذلك استعادة السيطرة على 23 قرية وبلدة بريف إدلب الجنوبي الشرقية، ذلك في إطار العمليات القتالية المستمرة ضد تنظيم جبهة النصرة. وقال المصدر العسكري أنه تمت السيطرة على قرى وبلدات جبل الأبيض ورأس العين والعزيزية والبويدر وكولة البويدر وعقلة البويدر وعدة قرى أخرى. وتقوم وحدات الهندسة بإزالة الألغام والمفخخات التي خلفها الإرهابيون في المنطقة.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي أواخر الشهر الجاري من شأنه أن يهيئ الظروف الملائمة لإجراء محادثات ناجحة حول سوريا في جنيف. واعتبر لافروف أن جزءا من المعارضة السورية الذي يقدم دائما شروطا مسبقة سيبقى خاضعا لمن يتحكم به. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التزام الجانب الإيراني بالتعاون مع روسيا وتركيا من أجل إيجاد الطريق نحو التسوية السياسية في سوريا. في خبرنا الأخير، أصيب طفل فلسطيني بجروح في الرأس بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طوباس بالضفة الغربية. قوات الاحتلال أطلقت النار على رأس الطفل الذي يبلغ من العمر 3 أعوام في بلدة طوباس بالضفة الغربية. كما أصيب شاب فلسطيني بجروح في عينه نتيجة اعتداءات المستوطنين على الأهالي جنوب مدينة نابلس. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك ليا. شكرا لك زميلتنا علا، وهلا اكيد بنرجع على صباحنا غير ومع السيد هيثم قسام لحتى نحكي اكثر عن جمعيه الحكمه الخيريه. يمكن كده عم نحكي تحت الهواء عن كيفيه يمكن الناس انه تتقدم للحاجه للمساعده، وانتم دائما على اطلاع دائم بخلال وتقييم، خلينا نحكي من خلال الزيارات ومن خلال ايضا امور اخرى. من خلال التواصل مع الأسر الوافدة إلى مدينة جرمانة يتم تقييم بالنسبة للتسجيل من خلال جداول معتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تبين عدد أفراد الأسرة بالنسبة للمهجرين وكمان المسكن بناء العظم مركز إيواء. كل هالمعايير هي نحن يعني بناخذها بعين الاعتبار، هل لديهم معيل كمان يقدم يعني كمساعدة للعائلة، كل هاي ناخذها بعين الاعتبار بالنسبه للتسجيل الاسر حسب الحاجه. يعني قديش بتشتغلوا على استمرار بالرعايه، يعني ان كانت رعايه طبيه او معنويه او دعم نفسي او مادي، يعني المهم انه الاستمرار بهي الرعايه لهدول الاشخاص. فينا هلا نحن جمعيه يعني كالاعمال اللي عم نقدمها فيها صفه الاستمراريه، حتى بالنسبه للموضوع المساعدات العينيه التي تقدم من قبل مبادره اهل الشام ومن قبل البرنامج الغذاء العالمي كمان، يعني هي طالما في جهات دعم وطالما في أسر متضررة بحاجة للمساعدة نحن يعني إلنا صفة الاستمرارية بتقديم كافة أشكال المساعدات لهالأسر هاي المتضررة. نعم، هل الجمعية يمكن بتأخذ بعض المشاكل من أجل الحلول أو التشبيك مع جهات في جرمانة من أجل حلول عديدة أو من أجل يمكن قصص عم يعاني منها السكان المهجرين بجرمانة؟ يعني اليوم جمعية الحكمة مثل أي جمعية قائمة وعم تعمل على الأرض بجرمانة يتم تشبيك مع كافة الجمعيات والتعاون، يوجد تنسيق كامل مع هذه الجمعيات بالإضافة إلى مجلس مدينة جرمانة اللي بنوجه له كمان الشكر، هو الداعم لهذه الجمعيات اللي عن طريقه عم يقدم لنا كثير تسهيلات بالنسبة لعمل الجمعية وعمل كل الأعمال التي تقوم بها الجمعية من خلال التسهيلات التي عم يقدمها المجلس. طيب خلينا نحكي قديش عمر الجمعية وقديش عدد الأعضاء فيها، وفي ناس ممكن تنتسب للجمعية متطوعين تنضم لكم؟ هلا حكينا بالبداية أنه عدد أعضاء الجمعية المنتسبين حوالي 80 عضو. في عنا الفريق التطوعي اللي حكينا عنه متألف كمان من 40 شاب وصبية، دورهم كمان داعم للجمعية من خلال النشاطات اللي منظمها، جولات الميدانية اللي بقوموا فيها. ممكن حدا ينضم لكم تطوع؟ هلا أي كمان انتساب جمعية مفتوحة لأي حدا يعني من كانوا ينتسب أعضاء جدد. نعم نعم أستاذ هيثم قسام، نحن بدنا نتمنى لكم وكل الشكر للجهود المبذولة من أجل يمكن النهوض وتكون إرادتنا أقوى ونحن أقوياء بظل الظروف الصعبة يلي مرقت على سوريا. وجرمانا دائما هي سوريا الصغرى يلي طبعا نعم. اللي حضنت العائلات واستقبلت الوافدين وقدمت لهم كافة الخدمات. كل تحية أكيد لأهالينا. الله يخليكم، نشكركم على برنامجكم وعلى كمان كلمة أخيرة أستاذ هيثم تحب توجهها لكل اللي عم يتابع أو للعاملين بالجمعية؟
اول شيء يعطيهم العافيه جميع الكل، يعني ما قصر بالنسبه للعمل اللي من خلال اللي عم يقوم فيه، عمل جبار بالحقيقه. والعمل الانساني والعمل الخيري هو رساله عظيمه، ونحن ابواب الجمعيه مفتوحه لاي حدا او لاي شخص حابب يساعد او يساهم بتقديم اي مساعده للجمعيه او يتطوع. نعم. كمان ابواب الجمعيه مفتوحه لهلا. شكرا كثير لك. مشكورين، يعطيكم الف عافيه. يعطيك العافيه، واكيد نتمنى التوفيق لجمعيه الحكمه الخيريه ولكل الفريق. شكرا كثير لك. شكرا لكم.